السلام عليكم متتبعي عبدول الأصفار والمطاعم. هذا فلوق تاني رحلة الشرق والبحر الأبيض المتوسط بعد الاستراحة وأخذ الفطور بأغورا بارك بتازا، وصول إلى فندق رولاكس بوجدة. أوتيل رولاكس مبني على الطريقة العصرية وكيتوفر على جميع المرافق من ريستو من بيسين. وما نساوش كرم الضيافة اللي كيتميزوا به الناس ديال وجدة، استقبال رائع. وهذه هي الشومبر اللي خديت في هذا الأوتيل. الشومبر كتطلع على البيسين. الملاحظة بأن الشومبرات مبنيين على الطريقة ديال الأوتيل ديال إيبيس، يعني البساطة ولكن الروعة. وهذه إطلالة على البيسين ديال الأوتيل. بيسين غرق شوية، بني بواحد طريقة عجيبة. بالنسبه للناس اللي جايين وجدة وزياره خاطفه، كنصحهم بهذا الاوتيل. هذا فهو بثمن مناسب، قدر ب 300 درهم الليله. ايوا، بعد استراحه قصيره من العياده ديال الطريق، جا الوقت باش نضربوا شي عومه في البيسين ديال الاوتيل. احسن وقيته تخرج بها الدور في وجده هي في العشيه. واصلا الناس في المنطقه ولا الناس في المدينه فهم كيفضلوا العشيه باش يخرجوا، حيت في اغلب الاحيان بالنسبه للصباح والضحى ما كتلقاش الناس بزاف في الطريق. مدينه وجده هي مدينه او عاصمه الجهه الشرقيه للمملكه، كتبعد بحوالي 14 كيلومتر عن المركز الحدودي زوج بغال مع الجزائر. وبما أن تقع في المنطقة الشرقية اللي هي على تماس مع الحضارة العثمانية سابقا، فهي كتميز بمأكولات اللي كتعتمد على الحمص. وحنا كنعرفوا المشارقة بزاف كيعتمدوا على الحمص، ككرن طبق مشهور في وجدة كرن. ايوا، باش يتعشى الواحد كاين دي زيسباس اوفير في وجده على الطريقه الشرقيه. هاد دي زيسباس كيحتوي على العاب، مناطق خضراء، استقبال كما كتلاحظوا بالرقاده وهي من التراث الشرقي. بالنسبه لهاد الاسباس هذا اللي كيتسمى واد الذهب، فهو اسباس كبير بزاف وفيه بزاف ديال الكليان، داكشي علاش خصك تريزيرفي قبل باش توصلك الماكله دغيا.
احسن حاجه تاخذوها في هذا المركب هذا هو هي الشواء، الشواء ديال اي حاجه بغيتو، من الفرويد مير تيل جميع اللحوم الحمراء والبيضاء وداك الشيء معتبر ما نعاود لكمش. مدينه وجده طبيعه الحال الناس ديالها طيبين مضيافين، الماكله عندهم بنينه على عكس مدن الشمال. مدينة اللي ممكن تزورها يوم واحد، خاصة أنها ما بقاتش كتوفر على ديك التجارة ديال كونترابوند. أنا كتصبحت مدينة بحالها بحال جميع المدن المغربية. نخليكم مع هذه الأهازيج الوجدية الرائعة وإلى فلوغ آخر إن شاء الله. تحياتي، وما تنسوش دائما بارتاج وابوني. ميرسي بوكو، تحياتي.